توت سيدنا يونس في مصر يرعب ويزلزل القلوب، ومعجزة كبيرة جدا تحصل، سبحان الله. لكن قبل البدء بالفيديو صل على النبي، وإذا كنت مسلما اشترك بالقناة واضغط لايك لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو. جاءت قصة نبي الله يونس عليه السلام 4 مرات في القرآن الكريم، وقد أرسله الله تعالى نبيا إلى قومه في مدينة نينوي في العراق، داعيا إياهم أن يتركوا عبادة الأصنام ويتوجهوا لعبادة الله تعالى دون أن يشركوا به أحدا، مبينا لهم أنها لن تدفع عنهم ضرا أو تجلب لهم نفعا. ابتلاع الحوت لسيدنا يونس. وأما يونس عليه السلام فقد ركب في سفينته، وما إن ابتعد عن الشاطئ هاجت الأمواج وعصفت به الأعاصير، فأدرك الركاب أن سوء هذا المصير سببه عصيان أحدهم، فاقتروا على إلقاء العاصي في البحر، وكرروا القرعة 3 مرات إلا أنها أصابت يونس فألقوه في البحر، والتقته الحوت وابتلعه. فعلم سيدنا يونس أنه أخطأ إذا ترك قومه قبل أن يستخير ربه في الخروج ويأذن له في الهجرة، فنادى ربه في أعماق ظلمات البحر والليل وبطن الحوت، وقد قال تعالى في كتابه العزيز واصفا ذلك: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله لدعائه وحفظه في بطن الحوت من الهشم أو الهضم، وأوحى الله تعالى إلى الحوت في الماء إلقاءه في العراء، ظهور نادر جدا للحوت العنبر الذي ابتلع سيدنا يونس في بحر مصر، وصوته وصل إلى عدة بلدان عربية من قوته وعظمته. شاهد الفيديو. سبحان الله، تسمع في صوته، سبحان الله، جاينا وفقنا صوته يا علي، سبحان الله يا رب. كيفاش نخش يا هانا، كيفاش انا والله. اي مربي غادي ها. سبحان الله يا سبحان الله. لا تنسى مشاركة الفيديو فالدالي على الخير كفاعله.